كيفية تنظيف سيارتك بمواد تنظيف منزلية. يفرض عليك شراء المنتجات التجارية المخصصة لتنظيف السيارة الكثير من عبء إهدار الوقت والأموال، فلنظافة السيارة العديد من الفوائد، فلا يقتصر الأمر على مجرد الحفاظ على حالتها ونظافة أجزائها، بل ينعكس على حالتك المزاجية وأنت تركب السيارة، وعلى استمتاعك بالقيادة، وعلى حالتك الصحية بدورك. لكن السؤال الآن، ما هو الحل؟ وأسعار المنظفات التجارية تتضاعف يوما بعد الآخر. الحل موجود بداخل منزلك. يمكنك الاستفادة من المواد المنزلية لتنظيف سيارتك، وهو ما نشرحه بالتفصيل في هذه الحلقة. تنظيف الهيكل الخارجي للسيارة. اشطف السيارة بخرطوم مياه أو دلو. اعمل على تفكيك تراكمات الأوساخ على سطح السيارة عن طريق دعك السطح بأكمله، فإزالة الأوساخ الزائدة تساعد على جعل المهمة أكثر سهولة. قد تتسبب الأوساخ على أدوات الغسل في خدش دهان السيارة كذلك، لذا احرص على التنظيف. نظف الأملاح والأوساخ من السيارة بواسطة صودا الخبز. أزل نسغ الشجر بالكحول المحول الذي يساعد على تبديد القار والنسغ جيدا. اغسل السيارة بشامبو الشعر. اخلط معلقتين صغيرتين بداخل دلو يحتوي على 7 لتر من المياه، واستخدم ممسحة غبار نظيفة للوصول إلى الأماكن الصعبة. نظف أوساخ الطريق من مساحات الزجاج الأمامي باستخدام الكحول المحمر. بلل الخرقة بالكحول المحمر وأمسك سيف المساحة في يدك، ثم اسحب الخرقة بقوة على طول الحافة المطاطية من سيف المساحة. نظف الأسطح الصلبة ووحدة التحكم المركزية. امسح كل الأسطح بخرقة مبللة داخل السيارة. استخدم معجون الأسنان على البقع. استخدم الكحول المحمر إذا فشل معجون الأسنان. اصنع منظف للأجزاء الداخلية من السيارة مكون من مقادير متساوية من المياه والكحول الأحمر. جرب محلولا مكونا من مقدار من الخل ومقدار من زيت بذر الكتان، وهو خليط رائع لتفكيك الأوساخ والأتربة في الأجزاء الداخلية، كما أيضا يمنحك ميزة إضافية وهي إضافة لمعانا على المقاعد الجلدية. انثر القليل من صودا الخبز على طفاية السجائر في السيارة، فيعمل ذلك على امتصاص الروائح الكريهة ويبقي السيارة منعشة. إذا كنت لا تدخن يمكنك ترك صودا الخبز على طفاية السجائر كمنقي للهواء. امسح صندوق التابلو بمناديل الأطفال المبللة. ضع واقيا منزليا للأسطح الفينيل والصلبة. ضع كمية صغيرة على قطعة القماش. تنظيف القماش. نظف بالمكنسة الكهربائية والتقط كل الأتربة والقمامة بقدر الإمكان. أزل البقع الدهنية بنشا الذرة. أخلط معايير متساوية من الخل والمياه في زجاجة بخاخة. امسح البقعة بقطعة قماش مبللة لإزالتها. أزل بقع الحشائش ببيربوكسيد الهيدروجين. فكك بقع الحرق السطحي بالبصل. اصنع منظفا ثقيلا للاستخدام العام. تحسين جودة هواء السيارة. اصنع بخاخا لقتل العفن والجراثيم. انعش مدخل هواء السيارة. اخلط كوبا من المياه مع ملعقة كبيرة من بيكروسيد الهيدروجين في زجاجة بخاخة. افتح الأبواب بينما تشغل مراوح السيارة على أعلى مستوى. اصنع معطر جو للسيارة.
خبئ ورق تجفيف أسفل المقاعد وحصائر الأرضية وفي تجويف التخزين في السيارة. تنظيف زجاج السيارة. اجل العمل عليه للنهاية. تخلى عن المناشف الورقية. امسح النوافذ من أعلى إلى أسفل. اصنع منظف الزجاج بنفسك. اخلط كوبا من المياه مع نصف كوب من الخل وربع كوب من الكحول لعمل منظف زجاج منزلي. رش المنظف على النوافذ. ازل بقع الحشرات الصعبة بالخل غير المجفف. استخدم الصوف الصلب لإزالة علامات المياه الصعبة. افرك الزجاج الامامي برفق بالصوف الصلب باستخدام حركات دائرية. اشطفه واتركه يجف. هناك افكار مفيدة. اترك تنظيف الزجاج الامامي والنوافذ والاسطح الزجاجية الى الاخر. واحذرك ان لا تستخدم كمية كبيرة من الكحول الاحمر عند عمل الخليط للداخل او المياه. فمن الضروري تطبيق التوازن المناسب عند خلط المنظفات، لذلك ينبغي أن تتبع التعليمات المتعلقة بالنسب بحذر. كن على دراية بقوانين حماية البيئة، لذلك إذا كان غسل السيارة في مكان إقامتك غير شرعيا من أجل توفير المياه أو اهتمامات بيئية، فتأكد من غسل السيارة في موقع مناسب. لا تستخدم البخاخ المعطر الخاص بالغرف في السيارة، حيث قد يترك بقع مرئية وأشكال على أغطية مقاعد السيارة. الأشياء التي تحتاج إليها: مناديل الأطفال المبللة، صودا الخبز، دلو، فرشاة، ورق تجفيف، ممسحة غبار، ورق تنقية الأقمشة، بيروكسيد الهيدروجين، شامبو للشعر، جرة معطر جو، زيت بذر الكتان، كحول أحمر، قطع قماش ناعمة، مناشف، ورق جرائد، زجاجات بخاخة، وخل ومياه.